السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة انجلش تيوب، معكم عباس شكر. النهارده ان شاء الله الدرس الثالث من دروس بيسك انجلش جرامر، اساسيات الجرامر، وهندرس في الافعال المساعدة ونبدا بالفيرب تو بي ان بريزنت. فعل يكون في المضارع، وطبعا لازم نعرف ان مضارع يعني تصريف اول سواء كان فعل اساسي او مساعد، اي مضارع هو التصريف الاول. فيرب تو بي ان بريزنت في المضارع هو ثلاث اشكال ام از ار وكلها بمعنى يكون. طيب هنشوف انه am is are كل واحدة فيهم لها اختصار. am اختصارها apostrophe m، is اختصارها apostrophe s، are اختصارها apostrophe r e. طب هما ليه ثلاث اشكال؟ عشان ده تأثير الفعل، احنا قلنا دايما ان في للفعل تأثير على الفعل اللي بيجي بعده سواء كان مساعد او اساسي. I وهي ضمير متكلم بتاخد am او بيجي معاها am، عشان لو عايز اقول انا اكون. He, she, at وأي اسم مفرد بيجي معاه is. We, you, they وأي اسم جامع سواء مذكر أو مؤنث أو غير عاقل هدرسنا ده بالتفصيل بيجي وراه are أو بيشتغل معاه are بمعنى يكون. طيب هنشوف ده بالتفصيل. I am أنا أكون I am. He is هو يكون. عمر is عمر يكون. She is هي تكون. Sarah is Sarah تكون. It is or it is إنه أو إنها لغير العاقل طبعا يكون أو تكون. My book is كتابي يكون. We are نحن نكون. You are أنت أو أنت أو أنتم تكون أو تكوني أو تكون. They are هم يكون أو هن يكون. My boys أولادي are أولاد يكون. بعد كده إيه اللي ورا verb to be؟ إيه اللي ورا am و is و are؟ بعد ما عرفنا إيه اللي بيسبق am و is و are إيه بقى بيجي بعدهم؟ بيجي بعدهم إما اسم وغالبا بيكون وظيفة a doctor, a teacher, an engineer إلى آخره، أو صفة happy, sad, polite, important، أو جر ومجرور، غالبا جر ومجرور بيمثل المكان، قد يكون شيء آخر غير المكان لكن هو في الغالب بيكون مكان، جر ومجرور. تكملة الجملة هتبقى إما اسم، صفة، جر ومجرور. فلو غلينا بآي هيكون بعدها آم، وهيكون بعدها إما صفة، وإما جر ومجرور، وإما اسم. مش حاجة بالتحديد لكن ممكن تيجي مع أي حاجة من الثلاث احتمالات. هناخد مثال مع الصفة وأقول I am طول، أنا أكون طويل. وبنلاحظ إن أكون ما بين قوسين لأنها غالبا ما بتظهرش في الترجمة، فبيكون الترجمة بتاعتها أنا طويل، وأبقى عارف إن في الوسط verb to be اللي هو am أو is أو are in present في المضارع. خد المثال الثاني He is خدنا معاها اسم وقلنا he is a doctor هو يكون طبيب، وزي ما قلنا كلمة يكون يمكن حذفها في الترجمة فتكون هو طبيب. مثال الثالث they are ومعها جار ومجرور فتبقى they are at home هم يكونوا في المنزل أو هم في المنزل، زي ما قلنا am و is و are ترجمتها في العربة ما بتظهرش لكن بيظهر ما قبلها وما بعدها فقط في الترجمة. اوكي بعد كده نفي am و is و are بمعنى لا يكون. اول شيء ممكن نلاحظه انه مع am نط لازم تكون كاملة، لكن مع is ممكن اختصر نط وتبقى ان apostrophe t، ومع are ممكن اختصر نط وتبقى ان apostrophe t. دي معلومة مهمة جدا لأن لها تأثير في حاجات هاخدها كتير في الجرامر بعد كده.
لو خدت مثال I am at home، أنا أكون في البيت أو أنا في البيت، لو اعتبرنا أن مش هترجم كلمة أكون، نفيها الشكل الأول فيه I am not at home. هنا الصيغة كاملة، am كاملة ونوت كاملة. طب الشكل الثاني للنفي، ان اختصر am واصيغ not بصيغة كاملة فتبقى I am not at home. طب الشكل الثالث ده اللي فيه am كاملة ونوت مختصرة، الشكل ده غير صحيح ومش موجود في اللغة الإنجليزية، وهيفسر لي بعد كده لما اجي اخد السؤال المزيل التاج كويشن ليه مفيش amn't I لكن في aren't I. ده تفسيره انه مفيش نسخة في اللغة الإنجليزية من am كاملة ونوت مختصرة. دي معلومة مهمة جدا لازم اقف عندها واخد بالي منها كويس جدا. بعد كده عندنا isn't، نفي is بمعنى لا يكون او ليس او لا تكون او ليست لو مؤنث او طبعا غير عاقل مفرد. لو خدت المثال هي is at home، هو يكون في المنزل او هو في المنزل. النفي بتاعها الشكل الاول فيه لو جبت نفي بدون اي اختصار لا للفعل المساعد اللي هو is ولا لكلمة not فهتبقى he is not، is كاملة و not كاملة، he is not at home، هو ليس في المنزل. طب الشكل الثاني ان اختصر is فتبقى apostrophe s واسيب not زي ما هي كاملة فتبقى his not، his not at home. اذا في الشكل الاولاني في صيغة كاملة is كاملة و not كاملة، في الشكل الثاني is مختصرة و not كاملة، في الشكل الثالث is not، is كاملة ونوت مختصرة. إذا أنا أقدر أختصر is وأسيب نوت كاملة، أو أقدر أختصر نوت وأسيب is كاملة، لكن ما أقدرش أختصر الاثنين. إذا في ثلاث أشكال من أشكال النفي، أما الشكل الرابع اللي فيه الاثنين مختصرين ده مرفوض مش موجود ما ينفعش، لكن عندي ثلاث أشكال صحيحة. نفي كامل بدون أي اختصار لا لـ is ولا لـ not، اختصار لـ is ونوت كاملة، أو اختصار لـ not و is كاملة. بعد كده هنشوف aren't. We are at home، نحن نكون في المنزل، أو نحن في المنزل على اعتبار إن يكون ما بنترجمهاش. النفي بتاعها الصيغة الأولى إن الشكلين كاملين are كاملة و not كاملة، we are not at home. الشكل الثاني هو اختصار are و not كاملة فتبقى we're not at home. الشكل الثالث إن are كاملة و not مختصرة فتبقى we aren't at home. طبعا الشكل الرابع اللي تختصر فيه r وتختصر فيه نقط في نفس الوقت ده مرفوض ومش موجود. اوكي، السؤال باستخدام am و is و are طبعا بمعنى هل يكون، وبيقدم فيه am و is و are على الفعل. يعني بعد ما كنا بنقول فعل وبعدين am و is و are، هنقول am و is و are الاول وبعدين فعل، وده بيديني معنى هل. وهنبدا ب am وبعدين الفعل. لو عندي مثال بيقول am I tall، هل انا طويل؟ وطبعا زي ما بنشوف ان كلمة اكون ممكن حذفها في الترجمة. لو بجاوب على سؤال بادئ ب am I، انا هجاوب ب yes او no. لكن كمان المهم هي am I بتتحول ايه سواء مع yes او مع no. بقول لواحد هل انا، هيقول لي نعم انت او لا انت لا تكون. اذا yes you are tall، am I تحولت إلى you are، وده مهم جدا. كمان كلمة طول ممكن الاستغناء عنها لأن في حاجة اسمها short answer، إجابة مختصرة بقت فيها عند verb to be ومش محتاج إلى كلمة طول. فكلمة طول لو كتبتها أنا كتبت complete answer إجابة كاملة، ولو من غيرها يبقى short answer، والاثنين طبعا إجابة صحيحة. طب لو هجاوب ب no هقول no you aren't tall، أنت لا تكون. طبعا من شوية أخذنا النفي are تبقى aren't أو are not. بعد كده هنشوف is والفاعل، وهي بمعنى هل يكون. is he tall، هل هو طويل؟ لو جاوب yes يبقى yes he is. طبعا ببدل السؤال is he لكن الإجابة he is. لو هجاوب بنو no he isn't tall، وبرضه في الإجابة أنا ممكن أستغنى عن كلمة طول وتفضل عندي كلمة isn't بس، وطبعا أقف إيه؟ أقف عندها. طيب are والفاعل، لو عندي مثال are you tall، هل أنت طويل؟ الإجابة بتاعتها yes I'm tall or yes I am. طب لو no I'm not tall أو no I'm not،
طبعا الكلام هنا لو ار مقصود بها انت، لكن لو انتم كل اي هتحول الى وي، وبدل ام طبعا هتبقى ار، تبقى وي ار تول او وي ارنت تول. That's all. ده كل شيء بالنسبة لverb to be في المضارع am versus are، في الإثبات، في النفي، في السؤال إيه بيجي قبلها وإيه بيجي بعدها. إذا عجب الفيديو دوس لايك and subscribe.